وصباح الحلو يا حلوين. بسوي معاكم اليوم حلو السينابون. يمكن أتوقعه مار عليكم ويمكن أكيد مار عليكم، بس أكيد نسيتوه من زمان ما سويتوه، فأنا بذكركم فيه. هو حلو قديم، كنا نسوي رولات عجينة السمبوسة لفها ونرشها سينابون ونقليها، وبعدين نسوي معاه دب أو صوص. الدب يكون على شوكولات او على وايد دب او وايد انواع يعني، فبعطيكم طريقتي فيه. اول شيء نحتاجه عجينه السمبوسه، اوكي حجم هذا الحجم الصغير على راحتكم. باخذ العجينه واحطها بهذه الطريقه، طبعا ورقه واحده من العجينه او حبه واحده احطها بهذه الطريقه يم بعض كذي، في اكثر من طريقه حق هذا السويت. تقدرون تحطون هني جبن كيري اوكي وتلفون العينه رول، او ما تحطون جبن نفس طريقتي انا، تبلون ايدكم بنتفه ماي وتمسحون كذي على العينه اوكي علشان يثبت الدارسين اللي بنحطه عليها. اوكي نتفه ماي بس كذي، وطبطبوا على العينه، بعدين نرشها بالدارسين ونلفها رولات. رشيت العينة بالدارسين القرفة، اوكي حق اللي ما يعرفون شنو دارسين، القرفة يعني. بعدين ألف العينة كذي شوي شوي، ألفها رول اوكي. تبين العينة وايد كريسبي لا تلفين الرول كامل، خليه نص يعني اوكي، وصلنا حق النص كذي اوكي. أقصه تبينه عادي يعني مو وايد كريسبي لفي كامل، بس لانه وايد طويل في حالاتها يصير كذي وايد مقرمش. بعدين تحطين شويه ماي هني وتسكرينه وتقلينه وبالعافيه، ولا اسهل من كذي، وايد سهل السويت وايد. نكمل الحين كل الكميه ونرجع لكم. شوفوا بنات، جهزت كمية من رولات السينابون أو رولات القرفة أو السينابون، كيفكم مثل ما تحبون تسمونها. الحين بقليها بدهن غزير وبجهز معاكم الصوص أو الدب اللي بناكله، بنغمس الرولات فيه. أبدي الحين أقلي الرولات. نفس ما قلت لكم تقدرون تحشون الرولات جبن كيري أو تخلونهم كذي بدون أي حشوة، بس تحطون فيهم دارسين ونقليهم. بسم الله الزيت بعد يبيله. ونقليهم بزيت غزير لغاية ما ياخذون اللون الذهبي. بعد يبيلهم شوية، شيء بسيط بس وايد وايد لذيذ، ومقاديره موجوده في كل بيت. دائما السويت اللي اسويه يكون مثلا مقاديره وايد او مو متواجده عندكم في البيت، هذا لا، الكل عنده الحين برمضان عجينه سمبوسه. شوفوا هذا اللون المطلوب، بس الحين اطلعه من الدهن واحطه على كلينكس التنشيف. تقدرون تسوونهم رولات وتثلجونهم متى ما بغيتوا وتقلونهم. ادري الحين وايد بنات مستغربين ليش قاعده اسويه يعني الحين، ليش ما اسويه عقب الفطور. بنات ترى عادي ما يضره، يعني انتوا تقلونه اوكي، ما تحطون الصوص عليه، تخلونه وباكر تحطون الصوص، بس ما تحفظونه بالثلاجه، تحفظونه بدرجه حراره المطبخ عادي. تحطينه باي ماعون لا كفر، ولا تلفينه بنايلون بس معون لا غطا، وتغطينه وتخلينه باكر تستخدمينه. عرفتوا يعني مو ما يضره شيء، عادي يقعد برا لانه عينه مقليه ما في شيء. الحين بسوي الصلصه البيضه اللي بنغمس فيها رولات السينمون.
طبعا في وايد صلصات بنات بذكر لكم الطرق، بس بعطيكم احلى واحدة فيهم، ألذ واحدة. هني عندي نستلة او حليب مكثف محلى، الحجم الكبير واحد كامل، وبحط ثمان حبات جبن كيري، وقوطي جيمر. انا ما عندي قوطي جيمر كبير، فبحط اثنين صغار. اوكي، ثمان حبات من جبن الكيري. برد اعيد طريقة فتح الجيمر حق متابعاتي اليدد، مع انها هي انتشرت بالوطن العربي كله، بس ما يخالف. شوفوا، تبطلونه كذي هالصوب، اوكي، ونفس الشيء من تحت بنفس الطريقة، وبعدين تقصون اللي فوق هذا بمقص، بعدين تسوون فيه فتحة كذي بالسكين من تحت، وينزل معاكم بكل سهولة. شفتوا؟ ولا نتفة ظلت بالكرتون. وهذا الثاني فتحناه بنفس الطريقة. طبعا متابعاتي كل يوم يمنشلون لي أكاونتات قاعد يفتحون الجيمر بنفس الطريقة، يعني رمضان هالسنة برعاية جيمر كي دي دي. وهذه مقادير الصلصة البيضة، جيمر وحليب مكثف محلى وجبن كيري. ولا أسهل من كذي. الحين بضربهم وبقدم الرولات. صفيت الرولات بهذه الطريقة، عاد انتو رتبوهم بالطريقة اللي تحبونها. وبحط الصلصة البيضة بهذه المواعين، وهني حطيت عسل حق اللي ما تبي مثلا أشياء مو مفيدة حطي عسل، حق اللي يبون دب ثاني غير الخلطة البيضة تقدرون تذوبون مثلا آرو، جالكسي، أي نوع شوكولات تحبونه، وتحطونه بالمواعين وتغمسون فيه. حتى صلصة الفستق ترى عجيبة، بعد تقدرين تحطينها بالمواعين كدب. وبس والله تخلص الحلو اللذيذ، ولا أسهل ولا ألذ، لازم تجربونه. طبعا الرولات بخليهم برا، بس الصلصات بحطهم بالثلاجة. هذه الصلصة البيضة اللي سويتها معاكم، تقدرون تصبونها على الرولات، أو تقدرون بس تحطون مثلا حليب مكثف محلى على الرولات وتقدمونهم، كله يرجع حق ذوقكم. أحلى حلو. وش نقول هالمرة؟ مو على إنه وعلى عيونكم بألف عافية هالمرة، اللهم أني صايمة، مت من اليوع والله، ما أدري إيش طر علي هالحزة أسوي سويت. عاشوا عاشوا متابعاتي للحين.